بعد ما اطمنا كده على احوال الطقس النهارده، خلينا كمان نطمنكم على اسعار العملات والذهب النهارده اخبارها ايه. ونبدا اولا باسعار العملات، والبدايه هتكون مع الدولار الامريكي. سعر الدولار الامريكي النهارده للشراء 18.55 جنيه، اما للبيع 18.61 جنيه. اليورو سجل النهارده للشراء 19.89 جنيه، اما للبيع 20.06 جنيه. جنيه استرليني سجل النهارده للشراء 23.40 جنيه، اما للبيع 23.55 جنيه. الريال السعودي سجل النهارده للشراء 4.94 جنيه، اما للبيع 4.96 جنيه. الدينار الكويتي سجل النهارده للشراء 58.34 جنيه، اما للبيع 60.87 جنيه. خلينا بدل وقت كده نطمنكم على اسعار الذهب النهارده، ونبدا اولا بعيار 18. سجل النهارده عيار 18 879 جنيه، وسجل عيار 21 1025 جنيه، سجل عيار 24 1171 جنيه، اما الجنيه الذهب النهارده فسجل 8200 جنيه.